خلونا طيب نقرب اكتر لكل اصداء مباريات امبارح اللي كنا بنتابعها، وكمان استعدادات يوم جديد بالنسبه للجماهير المتواجده اكيد في الدوحه. نروح سريعا لزميلنا خالد رزق المتواجد في سوق واقف يطلعنا على التفاصيل. صباح الخير عليك يا خالد، اكيد يعني حاله ترقب كبيره من قبل الجماهير المغربيه والجماهير العربيه، لازم نقول كده لان احنا على قلب رجل واحد، ده اللي احنا شايفينه منذ انطلاقه قطر 2022. فقول لي كده الدنيا عندك عامله ازاي قبل ساعات قليله من مباراه هامه باذن الله يكون المنتخب المغربي قادر على حسمها بنتيجه ايجابيه للصعود لدور ال16. صباح الخير عليك يا مريهان، وصباح الخير على كل مشاهدي اون تايم في كل مكان. يعني زي ما انت شايفه ارتداء علم المغرب، يعني الجمهور المغربي دايما بيكون حريص على التواجد في كل مكان، وحاولوا انه ولبسوني السكارف ده عشان يكون طبعا دعم وكل شيء للمنتخبات العربيه. زي ما بنشوف وبنتابع وزي ما انت قلت يا مريهان ان فعلا العرب كلهم مساندين بشكل كبير جدا للمنتخب المغربي. طبعا كان في امبارح احزان من كل المشجعين حتى الجمهور المغربي على خروج المنتخب السعودي ومن قبله المنتخب التونسي وفي اول البطوله من المنتخب القطري بالتاكيد، ولكن كل الجمهور وكل المجتمع العربي والجمهور العربي المتواجد في دوله قطر كلهم ساندين ومدعمين بشكل كبير جدا للمنتخب المغربي، منتظرين النهارده الاداء اللي يكون لمنتخب المغرب امام المنتخب الكندي. والاجواء بقى داخل سوق واقف، يمكن كل حد بيشوف اي حد مغربي يقول له احنا منتظرين متعشمين فيكم، مستنيين النهارده تعملوا نتيجه ايجابيه وتشرفوا العرب بالتاكيد. كل الناس بتدعم المنتخب المغربي. طبعا اليوم بيبدا في سوق واقف بالشباتي والكرك، يمكن الفطار المعتاد هنا في سوق واقف، كل الناس بتحاول انها تروح تاكل منه. وايه تاني؟ اتاي المسمن ده يعني شاي مغربي مع المسمن مثل البارابا. مسمن يعني زي الاتاني مسمن ده. جميل جدا بصراحه. ياكلوا مسمن كندا، راح ياكلوا مسمن. هياكلوا مسمن النهارده؟ ياكلوا مسمن. هياكلوا كم مسمن؟ ثلاثة؟ واحدة للواحد. وياكلوا تلبغري واحد للواحد. 3-0. احنا عندنا مسمن ثلاثة. اديهم 3-0. يعني هنشوف بقى الأجواء معاك يا مرهان، أكيد مع الجمهور. يعني أنا برحب بيكم جدا ومنورين ومنورين قناة أون تايم. كلموني على الأجواء النهاردة ومتحمسين إزاي وهتعملوا إيه النهاردة؟ الأجواء فول الفول. اليوم احنا بقيت مصري. احنا مصري، انا حبايبي من مصر، احنا من النرويج ومن المغرب. اليوم المغرب ربحت 2-0 ان شاء الله. ان شاء الله اذا مو ان شاء الله راح الكرواتي تربح، وطالعين ان شاء الله. طالعين. قول لي بقى التيشيرت ده بقى عايزين نبهدل بيه الدنيا بالليل. لا الكلام دي عايزين نشوفها مغطيه. اليوم المغرب راح تلعب باللون الاحمر ان شاء الله، وكل شيء راح يلبس لون احمر. انا جايب تيشورتين اليوم، هذا الابيض وتيشيرت احمر، هذا حسابك الاحتياط، التيشيرت الثاني الاحمر. ولا يهمك، اليوم ان شاء الله راح نفوز ب 2-0 ان شاء الله. 2-0 المغرب، واحد حكيمي والثاني زياش. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. تكلمني عن، مش هكلمك عن اي حاجه غير عن التيشيرت ده. ايه ده في ايه؟ هاي زي مبادره مني عشان عارف كل الناس عن فلسطين. فكل اي حدا من كل العالم بخليه يوقع عليها وبعرفه ايش يعني فلسطين. وان شاء الله موروكو 2-0، واليوم زياش واشرف حكيمي الاجوال. عندك حماس وباور اكتر من المغرب ان شاء الله. مغرب 1-2-3. فيفا مغرب، فيفا مغرب، 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 مغرب. لعبوا عليها ونجيبوها والله ما تروحي. يا ربي وشنو صاري، كونوا رجال دراري. انا تعالى هنلعب عليها الوقت. تعالى. صباح الخير. صباح الخير. اهلا. انا حاسك لسه ما فطرتش. لا فطرت الحمد لله. قلت ايه طيب؟ لا اكلت اكل يعني عادي. لوكل يعني فراخ بقى وملوخيه ورز على الصبح. تقريبا. قول لي النهارده شايف التوقعات عامله ازاي وشايف الاجواء عامله ازاي، وعايز ابدا معاك من النهار كده. يعني ما شاء الله بتصحوا من بدري جدا، بتنزلوا بتنتشروا في الاسواق وبتنتشروا في احتفالات قبل المباراه بساعات كتير. انا لسه جاي من دبي اصلا. لسه مش متحمس. لا متحمس. انا شايفك جاهز ولابس اللبس وضرب والطربوش كمان. والطربوش ولا بد. طيب المغرب تكسب كم النهارده؟ احنا تعادل كافينا. الكون احنا عايزين نلعب على المكسب. لا 1-0 الحمد لله. 1-0 الحمد لله. انا عايز اعرف انت شفت ازاي المنتخب التونسي امبارح وهو بيفوز على المنتخب الفرنسي وللاسف ما حلفوش الحظ انه يصعد. يعني تخيل منتخب يكسب فرنسا وما يصعدش. لكن في البدايه هارد لك للمنتخب التونسي على فرق جول.
كانوا ممكن يتأهلوا مثل ما صار كمان في منتخب المكسيك امبارح، لكن منتخب تونسي فاز على الورد كوب تشامبيون، فبالتالي يعني حرام خاصة تقاعس منتخب الدنمارك مثل ما شافوا المشاهدين كلياتهم. السترايكر تاع الدنمارك كان جدا سيء، يعني في حالة أكثر من انفراد كانوا يجيبوا التعادل وكانوا يضيعوها بشكل غريب جدا، فبالتالي يعني هارد لك هارد لك تونس، وإن شاء الله المغرب اليوم 2-0 2-0 المغرب 2-0 المغرب. يعني زي ما شايف مرهان طبعا، يعني نفسنا نروح ونلف على كل الناس، في ناس واقفه تصور بس في ناس موجوده مصر، كان نفسنا والله مصر تطلع معنا نشوف صلاح نشوف صلاح. وانا كمان بس انا الامل العربي الوحيد. انت منين؟ من السعوديه. من السعوديه. بقول لك هارد لك، ولكن رجاله صار اللي صار عاد والحمد لله، لكن باذن الله تونس والسعوديه وقطر وكل البلدان العربيه اليوم مع المغرب قلبا وقالبا باذن الله والحمد لله. قول لي بعد الماتش بتاع امبارح، يعني السعوديه في الارجنتين عملت اداء تاريخي، مع بولندا عملت اداء تاريخي ولكن بدون نتيجه، امبارح شفتوا الاداء ازاي؟ شوف هذا تحليلي انا الشخصي، مباراه الارجنتين كان عشان ميسي موجود مع الارجنتين، اللعيبه ورجال شدوا الحيل، لكن مباراه بولندا ومباراه البارح ما كان المستوى صراحه، يعني انه اهلنا معاهم المكسيك هي كذا تخريب اخر شيء طلعوها هي كذا لكن ان شاء الله القادم وهذا كاس العالم الحمد لله. انت مش جايب لي عالم مغربي بقى طالما الموضوع كده؟ المغرب بالقلب ما يحتاج. اي ما كلمتي رد حلو، رد علي ما يحتاج حبيبي ما يحتاج. واشكرك طول عمرك، عقبال مصر ان شاء الله يا رب ان شاء الله. يعني مرهان زي ما انت شايفه بنحاول نعيش الاجواء مع مشاهدينا بالتاكيد من داخل السوق واقف، واجواء بقى عربيه مش هقول مغربيه، لان زي ما احنا شايفين معانا فلسطين ومعانا سعوديه معانا جزائر معانا مغرب معانا كل الناس موجوده بتساند وبتساعد وبتساهم بالتاكيد المنتخب المغربي في مباراته اليوم امام المنتخب الكندي. هنعيش الاجواء على مدار اليوم كامل، وحتى بالليل ان شاء الله نكون متواجدين مع مشاهدينا ونحتفل احتفال كبير جدا في سوق واقف. من هنا من سوق واقف اليكي في الاستوديو مرهان، اتفضلي. كل الشكر اكيد ليك يا خالد، بشكرك انت وكل الجماهير العربيه اللي موجوده ومن مصر كمان، الدعم بيوصل اكيد لمنتخبنا او منتخب المغرب، واحنا دلوقتي كلنا على قلب رجل واحد باذن الله التوفيق يكون حليفه. بشكرك شكرا جزيلا خالد رزق من سوق واقف.